السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد جنرال ريفيو على السيرفينج. المثال الأولاني هاخده على الكات أند فيل، لأن أنا برضو شرحته المرة اللي فاتت بصورة سريعة شوية، فهناخد مثال عليه تفصيلي. المسألة بتقول إن أنا عندي stations و cross section cut and fill حسب ال site condition طلعت بالشكل دوت. بيقول لي determine ال volume of fill و determine ال volume of cut. أنا هعلمكم إزاي بس ترسموا نوعية المسائل ديت عشان ما تتلخبطوش. لو أنا عندي ده كده x، جيت عند ال station الأولانية ديت، تمام، طلع عندي فيل مقداره 153.42، والستيشن دي قيمتها 10. الستيشن التانية عند 10 و4.5، وليكن هنا كان برضو عندي فيل مقداره الاستيشن التانية عند الأول 10 بلس 4.5، كان مقداره 20.56، تمام. والاستيشن التالتة على بعد 10.12.35 مثلا، هنا 10 بلس 12.35 ديت، وكان عندي هنا cut و fill، كان عندي قيمة cut وقيمة fill، تمام، قيمة cut و fill بالشكل دوت. الستيشن اللي بعد كده اللي هي ستيشن 10.16.40، 10 بلس 16.40، وليكن هنا مكانها 10 بلس 16.40، وكانت قط وقيمتها 52.84. الستيشن اللي بعد كده عند 10.20 وقيمتها قط مقداره 165. نقلل دي سنة، نزود دي، مقداره 165.14، تمام. يعني شكل الطريق بتاعي بعد ما اعمل القط والفل المطلوبين بيبقى ماشي كده، كده تمام. وعندي تكون عندي عند الاستيشن دي بقى اللي هي التريكي، تكون عندي هنا مثلث. المثلث ده ايه؟ مثلث قط هيتشال، تمام، وتكون عندي هنا لحظة
ده كده تمام. وتكون عندي هنا مثلث أهو. المثلث ده فيل هيتحط تمام. طيب عند الاستيشن دي قيمة الفيل كام؟ عند الاستيشن دي قيمة الفيل 8 وربع، يعني اللي هي دي 8 وربع. وعند الاستيشن دي نفس الاستيشن قيمة القط ده كام؟ قيمة القط 13.67. تمام. يبقى معنى كده القط ده هيبقى عبارة عن، تعالى طيب الأول نحسب المسافات ما بين الاستيشنز. هطرح الاستيشن من بعضها، هيجي لي هنا 4.5، 7.85، 4.5، 63. تمام. يبقى انا بس بركز على التريك الحتة دي، القط ده اللي هو مثلث القط ده اللي اتكون عندي، لان انا الطريق بتاعي في الاخر هيبقى ماشي كده، محتاج هنا فيل، في فيل، محتاج هنا في فيل، وهنا كت، وهنا كت، وهنا كت، لان الطريق بتاعي هيبقى ماشي بالطريقة دي. تمام. القط الاولاني اللي هو المثلث ده، احنا قلنا المثلث بيبعدش على 3، يعني القيمة دي 7.85 على 3 في الاريا بتاعت القط اللي هي 13.67، والقيمة اللي تحت دي اللي هي الفيل الصغيرة دي هتبقى عبارة عن، اللي هو الفيل ده عبارة عن 8.25 على 3 في ال H. انو H؟ انا دي الفيل دي اللي هملاه، يبقى في 4.05. تمام. اتفهمت ان ده يبقى مع ده وده مع ده، جت منين؟ الشكل بتاعها هنا انا كنت حاطه بتاع الكيس بتاعت القط والفيل عند نفس الاستيشن، اهو ان انا لو عندي ستيشن بالشكل ده وجالي عند ستيشن معينة هنا قط وفيل، بيكونلي مثلث فوق المثلث ده، المثلث ده قط، وبيكونلي مثلث تحت المثلث ده فيل، والمثلث الفيل ده بتبقى عبارة عن الفوليوم بتاعه الاريا بتاعة الكون اللي هو الحتة دي في ال ال 3 على 3، والقط بيبقى الاريا دي في ال 2 على 3. تمام. تعالى بقى نحسب الفيل، الفي فيل اول واحد، الفي هنحسب الفي فيل من الاستيشن دي للاستيشن دي، يبقى عند واحد، عند المنطقة واحد، الفي فيل بيساوي 153.42 زائد 20.56، الكلام ده على الاتنين في 4.5، هيطلع 391.46 في التكيف، متر تكيف. عند النقطة 2، عند الاريا 2 ما بين الاستيشن دي والاستيشن دي، برضو فيل، الفي فيل
هيساوي كام؟ 20 56 زائد 8 وربع على الاتنين، الكلام ده فيه 7 85، هيطلع بيساوي 113 08. تمام. طيب في عندي عند نفس 2 دي قط، اللي هو المثلث اللي فوق، الفي قط في الحتة دي بكام؟ هيبقى بيساوي 13.76 على 3 في 7 85، الكلام ده هيطلع بيساوي اللي احنا حسبناه فوق هنا 35.77، كله بالمتر المكعب. عند اريا 3، عند منطقة 3، عند منطقة 3 هنحسب الكت، هيساوي اللي هي الفي كت هتساوي 13.67 زائد 52.84 اهي الكت ده، على الاتنين في 4.05 اللي هي 3. وبرضو عندي في المنطقة دي في فيل، هاجي ادفن تاني، هتبقى عبارة عن 8 وربع اللي هي دي المثلث على 3 في 4.05، يعني هيطلع لي 11.14. آخر ستيشن اللي هي من هنا لهنا هتبقى عبارة عن كت، في كت هتساوي 52 اللي هما الاتنين دول، 84 ناقص 165 14 على المسافة اللي هي 3، على المسافة اللي هي على الاتنين آسف، في المسافة اللي هي 3 60، هيطلع 392 36. هنجمع في كل الكلام دوت السيجما، في كات هتساوي 560 متر مكعب، وهنجمع السيجما في فيل هتطلع 515 متر مكعب. طبعا هو ممكن في الامتحان يسألك بس في الجزء القط والفل في الحتة دي. تمام. المسألة اللي بعد كده أعطيني مثلث وبيقول لي هو عايز الزاوية ايه بكام. مثلث فيه أضلاع معروفة، يبقى هنستخدم اللو اوف جوزاين، ماشي، بيجيبها دايما حقيقة. يبقى هنعمل اللو اوف جوزاين، يبقى هنلاقي ان انا عندي الايه اللي انا عايزها، يبقى الطول المقابل ليها اللي هو 390، يبقى 390 تربيع بيساوي الضلعين التانيين تربيع، 480 تربيع زائد 720 تربيع ناقص 2 في 480 في 720 جوزاين ال A. يبقى ال A بتساوي جوزاين ماينس 1 ال 390 تربيع ناقص 480 تربيع ناقص 720 تربيع على ناقص 2 في 480 في 720. وما تنساش الإشارة دي مهمة،
لأنك لو شلت الإشارة دي هتديك زاوية تانية وممكن يكون حاططها لك في الإجابات. يبقى الكلام ده هيطلع بيساوي 30 درجة و 18 دقيقة. الإجابة إيه؟ دي مسألة بقى حفر وردم اللي جاية ديت، بس بنفس الطريقة اللي هي ايه ممكن تجيلك في الامتحان، يعني بسألك على حاجة معينة. هنا بقى بيقول لك ايه، بيقول لك هات لي بس مقدار الحفر، مقدار الاكسكيفيشن اللي هو الحفر ما بين الستيشن 435 والستيشن 565 بطريقة البريزوميديال اللي هي الطريقة الدقيقة، ما بين الستيشن دي اللي هي 435 وما بين الستيشن 565. يبقى احنا هنقول ان الفوليوم بيساوي، فاكرين A1 زائد A2 زائد 4 AM على الستة، الكلام ده في L. طيب ال L عندي ما بين الستيشن 435 و65، نطرحهم من بعض هنلاقيها 130. في ال A1 بكام؟ ال A1 ب 322 وال A2 ب 418، والأربعة في ال AM، ال AM بكام؟ هي دي اللي ما بينهم 395. الكلام ده على الستة في 130 يدينا رقم نقسمه على 27، لأن أنا خدت بالي إن هو إيه عايزها باليارد، والكلام ده بالفيت، يعني الرقم ده هنا اللي هيطلع بالفيت تكعيب، هنقسمه على 27 هيدينا 1862 يارد تكعيب. وخلي بالك من الوحدات، لان ممكن الرقم ده يكون هو حاطه هنا وانت مش واخد بالك ان هو عايزه باليارد وتروح مختاره، لكن هو عايزه باليارد، يبقى نقسم على 27 يدينا الكلام ده 1862، يعني 1860. الإجابة سي. المسألة الأخيرة اللي معانا، أعطيني جزء عايز نحسب مساحته، جزء من دايرة. بيقول لي أنت عندك the area inside ال shape BC BI BT O اللي هو بالكامل ده، بالكامل اللي هي ال area total نسميها 83 و164 في التربيع. وبيقول لي الشادد area اللي هو مظللها لي ديت، كام نسميها مثلا الاريا شادد بكام، واعطيني قطر نص قطر الدايره ديت. طيب لو احنا قلنا ان المساحه لو دي كملت كده، مساحه الدايره دي بالكامل كام؟ باي دي تربيع على 4. بيقابلها زاويه كام؟ بيقابلها الزاويه دي بالكامل اللي هي كام؟ 360 درجه. طيب مساحه الجزء اللي من دايرة اللي هو ده، اللي هو كام؟ اكس. بيقابله زاوية كام؟ بيقابله الزاوية دي، هو عطيني الزاوية دي ب 36 درجة، يعني هي دي بيقابله الزاوية الصغيرة دي اللي هي 36 درجة 48 دقيقة. ال 36 درجة عشان تكتبها على الآلة وتجيبها كرقم 36 درجة و
48 دقيقة اهي، اوكي بتساوي الكلام ده. دوس على اس دي كده واحدة ودوس التانية، يعني كام؟ 36.8، وده 360. تعالى عوض بالديامتر، الديامتر هنا بكام؟ الراديوس ب 500، يعني الديامتر ب 1000 اهو، تمام. يبقى طرفين في وسطين هيجي لنا ان الاكس هتساوي 36.8 في الباي 1000 تربيع على 4. الكلام ده على 360 هيطلع لنا الاكس بتساوي 80,285. طب يبقى كده الاريا بقى شادد هتساوي كام؟ هتساوي الاريا التوتال اللي هو عطيهاني 83,164 ناقص 80,285 بيساوي 2,879. الإجابة إيه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.